الصراحه حسين بوش كي درج ضمن المرافق العموميه، فكان اختصاص هو محكمه اداريه للدار البيضاء باعتبارها اختصاص مكانيا لهذه النزله. بالنسبه للاطراف فكنا نتكلموا على الحاصر فاطمه النائب عنها ابيها السيد عمر. الزملاء الاخرين كنتم تتبعوا معاه باش تناقشوا بصفتها كاين هنا ماشي غلطوا ما غلطوش بقدر ما نناقشوا باش الا جاتكم شي التزامات منها هذه تكون ديجا ناقشتيها بصفتها ممتازه. تفضلوا سي عمر. الصوت الصوت السيدة لفائدة القاصر فاطمة النائب عنها الياسين عمر بصفتها مدعية ضد مستشفى 20 غشت في شخص مدير العام، جوج وزارة الصحة في شخص وزير الصحة بمكاتب الرباط، ثلاثة سيد رئيس الحكومة بمكاتب الرباط، أربعة وكيل القضائي في المملكة، خمسة الخازن العام بمكاتب الرباط. بالنسبة من بسطوش الوقائع وغادي نمشيو للملتمسات، الملتمسات ديالنا في هذه النازلة هو أنه من حيث الشكل قبول المقال لاستيفائه كافة الشروط القضائية القانونية في الموضوع، الحكم على المدعى عليها بأدائها للعارضة مبلغ 30,000 درهم كتعويض مسبق عن الضرر، جوج إجراء خبرة طبية يعهد بها إلى طبيب مختص يحدد قيمة التعويض الجزافي المجبر للضرر بالنسبة للعارضة، ثلاثة حفظ حق العارضة في الإدلاء بمستنتجاتها بعد الخبرة، شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصاغر. بالنسبة للمرفقة سوف يجاب جلسة. وهي جي سيئة جي أخرى باقي ضروري المرفقات مش المرفقات ضروري بالنسبة للأستاذ غالي يكون عندنا تقرير طبي ديال التاريخ تحديد تاريخ موعد إجراء العملية وتقرير طبي على الحالة التي كانت على العقدنا يوم العملية بالنسبة لتحاليل الدم المخبري. إذا شكرا بالنسبة للزملاء. المحكمة المختصة؟ المحكمة المختصة هي المحكمة الإدارية للدار البيضاء على اعتبار أن مستشفى 20 غشت يدخل في زمرة المرافق العامة وبما أنه في الدار البيضاء في المحكمة المختصة هي الدار البيضاء. شكرا. تفضلوا. تفضلوا تفضل. خليه وكمل خليه. الفصلين 76 وفصل 80 قد يكون هو خطر فاصل في تحديد الاختصاص وفي تحديد المسؤول عن التعويض سواء عن الضرر ومن سيعود. لذلك الحالة حددتم بطريقة دقيقة الخطأ لأنه هو الذي سيوجه مسار دعوة تسبقهم لديه. الرجوع لا الرجوع الفصل 76 تكلم عن الخطأ المصلحي والفصل 80 تكلم عن الخطأ الجسيم الذي يتحمل التعويض المسؤول الشخصي هو المستخدم وليس مصلحي. شكرا لكم. فالرجوع للقانون المادة 79 والقانون التزامات العقود كان يمكن نمر على أن الدولة مسؤولة عن الأضرار التي كتشكلها الموظفين ديالها في إطار المرافق العمومية، فإذا رجعنا النازلة أن اللي ارتكب الخطأ هو طبيب الاختصاص ديالو هو التخدير، فإذا كان الطبيب هذا الاختصاص ديالو التخدير ممكن أنها تكون مضاعفة بالنسبة للمريضة أثناء العملية وما يمكنناش نمشيو نقولوا بلي خطأ جسيم ولا ماشي خطأ جسيم، لهذه العلة هذه ارتئينا أننا نطالبوا بخبرة طبية اللي تحدد لنا واش فعلا هذا الطبيب
ارتكب الخطا او ان الخطا جاء عن فجاه ولا في الضغط ولا زيتون، وبالتالي ما غاديش يكون خطا جاسي. هذه لا يمشي لها الفصل 79 وقانون الجزاء والشعوب. شكرا. لا الله يخليكم، الله يخليكم، ما تكونش الخطاب سميتو خطاب ثنائيه. دابا طرحتي السؤال الزميل عزيز، طرحتي عنده علاقه بخطا من عدمه، والمفروض انه المدعي اللي كان بليز تكتب عليه الشركه المدنيه المهنيه تبارك الله مكونه من خيار الزملاء والزميلات، المفروض انه يحدد طبيعه الخطا باش يمكن انه المحكمه تحكم به. هل الامر يتعلق بخطا مصلحي في تم قضيه الماده 76 ام خطا شخصي في تم قضيه الماده 80؟ هذا هو التساؤل ديالك اللي كاين من الان. هو الاجراءات المسطريه باش يحكم نصب على بان المحكمه بان الدعوه تقبلات، يعني باقي يبدو علي ان باقي الدعوه راه الدعوه باقي ما تقبلاتش. يعني تفضل. شكرا استاذ. واحد المساله يجب الاشاره اليها هو انه منذ بدايه المقال يجب ان يحدد كما قال الاستاذ كريم، هل هو خطا شخصي ام خطا محكمه؟ المساله في المحكمه الاداريه ان القاضي مش غير محكمه، وهنا هو مصالح الاداره يجب ان الاستاذ يجب ان تحدد لنا طبيعه الخطا، هل هو شخصي ام محكمه؟ على اي العمل القضائي والمشكله بالذات هي في العمل كما اشار الاستاذ يعني الاجراءات المسطريه، والشرط مثلا فصل 79 قانون التسامح والعقود يتحدث على ان الدوله والبلديه تستخدم الدوله والبلديه على ان الدوله والبلديه مسؤوله عن الاخطاء الواقعه، والفصل 80 من قانون التسامح والعقود يتحدث عن استخدامه، ولكن في الشرط الثاني منه يتحدث الثاني يقول بصريح غالب على انه لا يجوز مطالبه الدوله والبلديه الا بعد الاعتراف، يعني حتى ولو انه افترضنا ان جينا في المساله ديال الخطا الشخصي مثلا جينا واحد التعويض اللي هو كبير بزاف، وهذاك الموظف ما عندوش هذاك بطبيعه الحال بعد السلوك مسطره طويله وتستغرق مده زمنيه، وكما هو معروف في المحاكم الاداريه يعني تكون عندنا ابتدائي والسنين ما بقاوش تسمى. هنا المسألة من الأحسن أن توجه الدعوة ضد الدولة في إطار الفصل 79 من قانون التزام الدولة في إطار خطأ موافقي. إذا شكرا. خذ أستاذ. لا لا شوف أستاذ خليهم ملاحظة من بعد. بالنسبة لي كاين بعض التوجهات حتى بعد حوادث الزايدين بعد المحامي كيقدم دعوة في إطار مثلا المسؤولية التقصيرية. حوادث السير التي تتسبب فيها مركبات تعود ملكيتها الى الشخص المعنوي العام استثناها النص من اختصاص المحاكم الاداريه. نعم انا كنعطيك مثال حادث السير، لا مجال للحديث عن حوادث السير في المحكمه امام المحكمه الاداريه لانها استثناها قانون ضمن المحاكم الإدارية نص صريح النص وحال على القضاء المدني. حنا كنفترضوا غير الأشياء مثلا الدولة كدير سيارة نص صريح. دابا حنا هي الحالة اللي عندنا الآن، الحالة اللي عندنا الآن هي غير باش زملاء كاين شي كاين باش ندير خلاصة النهائية، كاين شي سؤال آخر. هو انا اسمع هو انا محدد لك هو زملاء. لا لا خلينا في النزيله راه غنخرج من الشيء القضائي ديال المجلس الاعلى والسلم.
شوف ما تطيحوش لنا الطياره في الحديقه، خلينا في الطياره. في اطار الشخصي باش تحدد من هو المرتفع في الخطا الشخصي. مثلا في العمليه الجراحيه كاين طبيب اللي في شرف العمليه التخدير، وكاين طبيب اللي هو جراح. ما كيهمناش استاذ، لا استاذ، ما تدخلش في الحسابات، انت كمحامي ما تدخلش في الحسابات. انا غادي نختار غادي نطرح المساله باش نخرج في الحسابات، غادي نمشي لاطار ديال الخطا المرفق في عباد المشاكل صافي. كاين سؤال اخر استاذ؟ نعم. ما كيهمناش، هو كان موظف فعلي، راه الموظف الفعلي سمع عليه الدولة، موظف فعلي. ولو متعاقب، ولو متعاقب مسؤول، مادام أن عندك في داخل 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 مكان العمل فأنت مسؤول عليه. واخا 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 تبيع علاقة وظيفة ولا علاقة عقد عمل، أنت مسؤول عليه. مستخدمه، اسمعني مزيان، ما استعملش موظفه. تنص القانون يقراه مزيان، مستخدمه البلديات و و و، لأن جا عام، لأن النص أصلا أوضع في القانون التزامة العقود منذ 1913، في ذاك الوقت لم يكن شيء اسمه القضاء الإداري أو قضاء الإلغاء. كانت مسؤولية الدولة هي نفسها مثل المسؤولية التقصيرية هي الاختصاص فيها إلى المحاكم العادية. بمعنى أنه لم نتحدث عن القضاء الإداري بمعنى إلا سنة 1957 مع إنشاء غرفة إدارية لدى المحكمة لدى المجلس الأعلى. ثم من بعد تم إنشاء المحاكم الإدارية سنة 1992. إذا في القواعد العامة المسؤولية الإدارية كانت تعتبر جزء لا يتجزأ من المسؤولية التقصيرية في القانون التزامة العقود، والاختصاص يعود إلى المحاكم العادية. الآن مع إنشاء المحاكم الإدارية أسند الاختصاص ما يسمى بالقضاء الشامل إلى المحاكم الإدارية، واستثنى من الصريح بعض الحالات، هي الحالة اللي قلت لك فيما يخص العرب أسميتو الحوادث التي تسبب فيها المركبات ذات محرك التي تسير في الطريق العام، اللي استثناها المشرع واسند الاختصاص فيها إلى المحاكم العادية المدنية. إذا ما كاينش شي ملاحظة أخرى؟ تفضل. ما عندكش، ما عندكش، ما ليس هناك نص يلزمك بسلوك مسطره الصلح. ممكن ديرو، ممكن ما ديروش، ولكن اذا ما درتيش لن ينتج اثار قانونيه. ماشي الزامي، انت كتمشي مسطره، اذا كانت الزامي تحطها اذا عدم قبول، فهمتي؟ اذا ما كانش شيء ماشي مشكل. الله يخليكم. دابا ندير ملاحظه اوليه. اول ملاحظه، عندما تعلق الامر بالاشخاص المعنويه العامه ضروري تبحث عن الشخصية المعنوية العامة، هذه المؤسسة ولا هذه الجامعة الترابية ولا هذه الجامعة بين قوسين، هل أفرد لها المشرع شخصية معنوية واستقلال مالي؟ لأن إذا أفرد للمشرع شخصية معنوية واستقلال مالي، من المفروض أن تقوم برفع دعوى ضد من؟ ضد المسؤول القانوني أو الممثل القانوني للشخص المعنوي العام. 20 غشت، نتوما كمحامين اول اسئله غتطرحوها بصفه خاصه في القانون الاداري هو طرح نوع من الاسئله باش ما تخطاش في توجيه دعوى ضد من ليست له الصفه. هل 20 غشت هو مستشفى اقليمي؟ لان غتاخذوا مثلا البنيه التنظيميه لوزاره الصحه، اول حاجه بالنسبه للنوع كتمشي البنيه التنظيميه الاداريه لوزاره الصحه باش تشوف هذه واش دخلها في اطار المركزيه، بمعنى انها تابعه مركزيا لوزاره الصحه، وهنا تكون المسؤول هو وزير الصحه. وزاره الصحه كقطاع ما عندوش شخصيه معنويه عامه، لانه جزء من الشخصيه المعنويه للدوله. في هذه الحاله كتدخل الدوله في شخص ممثلها قانونيا من رئيس الحكومه، وكيمكن تدخل وزير الصحه، كيمكن تدخل رئيس المجلس مثلا المستشفى الاقليمي. 20 غشت هل هو مستشفى اقليمي تبع وزاره الصحه كشخصيه معنويه ام شيء اخر؟ مستشفى تابع وزاره الصحه. نعم مستشفى تابع وزاره الصحه.
لا 20 رشد هو جزء لا يتجزأ من المستشفى الجامعي ابن رشد. والمستشفيات الجامعية عندها شخصية معنوية عام واستقلال مالي وينظم مرسوم ب 2002. ملي كتسمع المستشفى الجامعي عرف بأن مؤسسة عامة مستقلة عن وزارة الصحة، لها شخصية معنوية عامة، لها مجلس إداري ولها استقلال مالي. المستشفى الجامعي ابن رشد، المستشفى الجامعي ابن سينا، المستشفى الجامعي ابن توفيق مراكش، دائما ملي كتسمع كتمشي أول حاجة غديرها كتمشي للمستشفى عشان نغش كتشوف الطفيل المستشفى الجامعي ابن رشد، مستشفى عشرين رشد، بمعنى أن هذاك راه هذيك المؤسسة جزء لا يتجزأ من المستشفى الجامعي ابن رشد. إذن المسؤول القانوني هو المستشفى الجامعي ابن رشد في شخص ممثله القانوني، وإلا غتمشي لك خطأ، لأن أصلا ما عندهاش شخصية معنوية. وحتى الحكمة بعض المرات غتلقى مشكل في التنفيذ، كاين مستشفى كما حنا بالنسبة لنا حنا ما عندنا لا مالية لا والو، كلشي في المستشفى الجامعي ما تبقى عندك ما تنفذ. إذا أول حاجة تأكد بعدا من الجهة المسؤولة قانونا، ولو الخطأ القتيل اللي ارتكبته هو هذا. كاين النقطة الثانية، عندما تكون هناك شخصية معنوية عامة وعندها استقلال شخصية معنوية وعندها استقلال مالي، أنت لست ملزم باش تدخل جهة أخرى، ما عدا إلا كان النص القانوني كيفرض عليك تدخل. وفي هذه الحالة هذه الجهة الوحيدة اللي أنت ملزم تدخلها في الدعوة تحت طائلة عدم القبول هو الوكيل القضائي المملكة، تدخل 115 من قانون المسطرة المدنية. موافقين؟ بغيتي تخرج من باب واسع تدخل كلشي، دخل كلشي ماشي مشكل. الأفضل أن تدخل كلشي ولا تنسى شي واحد وترتب على عدم قبول الطلب. إذا على مستوى مسطرة من هذا النوع تتكون موجهة للجهة المعنية اللي هو المستشفى الجامعي ووجود وكيل قضائي للمملكة. لاش؟ نقل وطني لاش؟ ما عندوش كده. الطبيب راه موظف في الأول، راه كل شخص قام بعملية معينة تدخل في إطار المسؤولية التابعة للعمل المتبوع، بحال اللي في قانون التزامات العقود، قانون التزامات العقود فيما يخص مسؤولية المشغل أعمال الأجير. الشخص عندما يرتكب عمل أثناء قيامه عامل فائدة المشغل ما المسؤول قانونا؟ هو المشغل. ملي كتكون مثلا في مكان عمل معين فاتي كرسي طاح على شي واحد تسبب في الحادث ديالو، شكون المسؤول؟ راه كندخل في إطار المسؤولية التابعة للعمل المتبوع لأن وقعت في الشركة. نفس الحال اللي عندنا الآن، عندما تحدثت عن ما المقصود بالخطأ المرفقي، النظرية العامة للخطأ المرفقي، بمعنى أن الموظف ارتكب خطأ تسبب في ضرر للغير أثناء قيامه بعمله ووظيفته. إذا في هذه الحالة راه المخدر والطبيبة وكلهم ارتكبوا خطأ وهم يقومون بعملهم داخل مستشفى عشرين غش. إذا الخطأ هو خطأ مرفقي. الحالة الأخرى وعندما يرتكب مثلا شخص موظف نيتو وكذا ارتكب خطأ اللي فيه العمد أو لا خارج أوقات العمل، هنا ما نقدرش نقولوا خطأ مرفقي، هذا تصرف شخصي. ما يمكنش أن الدولة ولا المؤسسة العمومية تكون مسؤولة على الأخطاء المرتكبة من طرف الأشخاص الموظفين ولكن خارج أوقات العمل، ما عندوش علاقة بالعمل. إذا كيفاش ممكن تسألني أنايا كدولة في إطار مقتضيات المادة 76 عن أفعال قام بها شخص خارج أوقات العمل أو خارج العمل الموكول إليه؟ متفقين؟ حتى في هذه الحالة إذا اختارت إطار مقتضيات المادة 80 أنك كيمكن توجه دعوة ضد المسؤول المباشر والمسؤول غير المباشر اللي هو الدولة والمؤسسة العامة. ولكن الأسلم كمحامي هو توجهها ضد الشخص المعنوي العام لأنه واضح قدامك. كيمكن توظفها للدكتورة مثلا سميتها هذه خديجة، غدا مابقاش عندك مستشفى عشرة واش تقلب عليها فين كاينة. لنفترض أنت كمحامي وجهتي دعوة ضد خديجة، الدكتورة خديجة، حكمت لك المحكمة ضد الدكتورة خديجة، مشيتي باش تنفذ مشيتي تقلب عشرة واش تقول لك هذا الدكتورة مابقاتش ولا توفات، أش غدير تقلب على الورثة؟
فهاد الحاله دخلت الدوله في اطار المسؤوليه في 93 هو انت كمحامي تسير الطريق الاسهل والاسلم هو توجه ضد الشخص المعنوي العام سواء كان دوله ولا كان استعموميه ولا كان جماعه ترابيه. فيما يخص النقطه المتعلقه باثبات الخطا ربما الزملاء ما تابعوش ليه فهاد النوع من القضايا دائما حاول انك الى عندك ملف طبي حاول تجري عليه خبره حضوريه تواجدي في قناه الماده 143 باش ما تنضاطرش الاضرار مثلا لان يمكن انه الشخص الضحيه بعد مده معينه كيتوفى وكيمكن توفى اثناء جرم المسطره من الاحسن انك دير السيرتو اللي كنت متيقن بانه ملف طبي جري خبره حضوريه في قناه الماده 143 تواجديه وبناء عليها دير دعوه ديال التعويض في اطار قضيه الماده 79 قانون تدين العقود امام المحكمه الاداريه المختصه والمحكمه الاداريه المختصه بطبيعه الحال هي موطن المدعى او موطن ارتكاب الفعل اللي هما كلهم الدار البيضاء. كاين نقطه اخرى اللي هي خطيره جدا انتبهوا لها وهو ان التعويض هنا يدخل في اطار السلطه التقديريه للمحكمه. ما عندناش بارين بحال 1984 اللي كيحيك على خبره معينه والخبره كتحدد لك طبيعه الاضرار المنصوص عليها في المرسوم التطبيقي تابع لظاهره 1984 لان المرسوم كيحدد لك طبيعه الاضرار لواجبه التعويض وحتى طريقه الاحتساب ديال التعويض نفسه وعلاقته بالاجر او بالدخل ديال الضحيه كيحدد لك العجز الجزئي الدائم العجز الكلي المؤقت الالم الجسماني تشويه الفرقه تاثير تشويه الفرقه على الحياه العمليات اذا حدد لك النص القانوني حدد وعندما تعين المحكمه الخبير كيحدد لك الاضرار وعندك مقاييس موضوعه من طرف المشرع اللي على اساسها كيمكن تحسب التعويض. الحاله ديال هذا النوع من المسؤوليه الإدارية في الخطأ المرفق اللي عندها علاقة بالأضرار اللي كتصيب الجسد ديال الشخص راه المحكمة ملي كدير خبرة الهدف ديالها هو فقط باش تأكد من العلاقة السببية بين الخطأ والضرر. هذا الضرر اللي أصاب المعني بالأمر له علاقة بخطأ مرتكب من طرف الطبيب أو المخدر. النقطة الأولى. النقطة الثانية هو تحديد طبيعة الأضرار العالقة بالضحية نتيجة الخطأ. بناء أولا النقطة الأولى كتحدد واش بالفعل هناك مسؤولية والنقطة الثانية كتحدد لك طبيعة الأضرار باش يمكن نحدد أنايا مبلغ التعويض. هذا النوع من الملفات ما عمرك تطلب أقل من 2 مليون درهم. ما كتطلب اقل من 2 مليون درهم على حسب الاضرار اللي صابت الشخص. هنا قلنا بان عنده شلل كلي بمعنى العجز الى خدينا مفهوم ظاهره 1984 فهو 100% مع الاستعانه بشخص اخر. اذا فالاصل ان التعويض ينبغي ان يكون تعويض مرتفع. المحكمة الإدارية بالدار البيضاء هذا النوع من القضايا كتحكم معدل 2 مليون درهم 200 مليون كاين بعض المحاكم الإدارية 200 كتحكم 150 120 كتقل من 100 ما كايناش سيرتو إذا كان الضرر هو الضرر الكلي هو 100%. أنتم كمحامي كيمكن يطرح لك مشكل فيما يخص الضحية غالبا ما كيكونش دائما كاين ما يديرش يخلص السائر القضائي. إذا طلبنا مثلا 3 مليون درهم في هذا النوع، علاش؟ لأن كتطلب التعويض من المقال الافتتاحي. أنت ماشي ملزم دير خبرة، تسنى خبرة باش تحسب بحال ظاهر 84، تحسب من بعد تخلص على أحسن مبلغ، لا. أنت المفروض تطلب من الأول. لأن ممكن توصل المحكمة، ممكن توصل الطرف الآخر وما يحضرش، المحكمة تعتبر الملف جاهز وتحكم لك التعويض. سيرتو إلا درتي خبرة حضورية وفي الخبرة الحضورية هناك ما يفيد بأن هناك خطأ سمعتي وعلاقة سببية بين الخطأ والضرر وكاين طبيعة الضرر. إذا ما تغامرش من المقال الافتتاحي كطلب مبلغ
اللي فرض انه كيوازي سميتو الدار اللي تصاب الضحيه. مثلا طلبنا 3 مليون ديال الدرهم في هذا الملف، شحال غنخلصو عليها؟ 30%. شحال؟ 30. اها كيفاش درتي هذا؟ زيد حسب حسب المصاريف مثلا كمحامي. اول حاجه ملي كيجيك الشخص مثلا انت كتهضر معاه، اول حاجه كتحسب القيمه ديال الملف شحال خلص فيه، لان بالفعل راه ممكن تغلط وتطلب اتعاب معينه ما تعطيك حتى المصاريف ديال الملف. خصك تعرف انت تهضر معاه وتطلب شحال غتطلب مصاريف وشحال غيبقى لك في الاتعاب، والشخص اللي قدامك واش عنده امكانيات اللي يخلص وما عندوش امكانيات يخلص. لان اللي قلتي 30000 درهم هو جايب لك واحد بنته هو خدام 2000 درهم، ولا جايب 3 مليون وما مضموناش، عندك حل اخر انت كمحامي دائما عندك حل، ولا ما تقدرش محامي. قلنا غنطلبوا ليه 3 مليون ديال الدرهم، مبلغ ديال التعويض، مبلغ الرسم القضائي هو 30 و 300 درهم، زائد 10 درهم ديال الفينيت، زائد 50 درهم ديال سميتو 50 درهم ديالنا، 10 درهم ديال المرافعة، 50 درهم ديال الفينيت ديال المحامون، واحد 150 درهم ديال المفوض القضائي. الشخص ما عندوش اش غادير؟ هاد الملفات كطلب فيها المساعدة القضائية لإحفاد أداء الرسوم. كطلب هو كطلب للضحية لإعفاء من أداء الرسوم، كطلب المساعدة القضائية لدى رئيس المحكمة الإدارية. كطلب لنا شخص باغي يتقدم دعوى وعنده معطيات معينة، أنه السائل القضائي مرتفع عليه لأن ما عندوش إمكانية مادية، كتجيب شهادة إدارية من السلطة المحلية بأنه ما خدامش وما عندوش، وكتجيب شهادة بإدارة الضرائب بأنه ما عندوش الضرائب، وكطلب رئيس المحكمة يحدد لك المساعدة القضائية. إذا كان عنصر استعجال كيمكن يحدد لك المساعدة القضائية مؤقتة لأن عندها علاقة بالاستعجال مثلا في أجل معين، إذا ما كان شيء كتسنى اللجنة ديال المساعدة القضائية اللي كيبدلو في الطلب وكيعطيك الإعفاء من السائل القضائي. باش يمكن انك دير الدعوه، لانه المبلغ ديال هذا النوع ما يمكنش انه ممكن يعطيك 30000 درهم ولا 40000 درهم. واضحه الفكره؟ اذا هذا هما النقط اللي كاينين بهذا الملف. شكرا. نوضو الى المرور الذي الثاني. باش يكون الصوت مزيان. النازلة التي سنتطرق إليها مروان مغربي مقيم بالسويد، تعرف على نجاة عن طريق الفيسبوك، وهي مغربية راشدة مقيمة بالدار البيضاء. اتفق الطرفان على الزواج، واتصل السيد مروان بمحامي مغربي للقيام بالإجراءات نيابة عنه لكون ظروف العمل لا تسمح له بالانتقال إلى المغرب. إذن بعد أن تمت استشارة من طرف السيد مروان، قدمت له الاستشارة كالتي: ضرورة تحرير وكالة لأحد الأقارب من أجل إبرام عقد الزواج، المصادقة على الوكالة لدى المصالح الدبلوماسية المغربية بالسويد، وحول نموذج هذه الوكالة أرسلت له نموذج كالتالي: أشهد أنا الموقع أسفل السيد مروان الحامل بطاقة التعريف الوطنية السائل بالسويد، وأنا بكامل قوي العقلية وتحت جميع الضمانات القانونية لهذه الوكالة أنني أوكل أبي السيد زيد بن محمد الحامل بطاقة التعريف الوطنية عدد كذا الساكن البيضاء أن ينوب عني ويقوم مقامي بجميع الإجراءات المتعلقة
بإبرام عقد زواج من السيدة نجاة فرحال مغربية الجنسية راشدة الحامل بطاقة التعريف الوطنية وهي بيضاء البشرة متوسطة القامة شقراء الشعر وكذلك في جميع الإجراءات الإدارية والقضائية أمام المحاكم المتخصصة في ذلك وبصداق قدر 10,000 درهم تعوزه الزوجة كاملة وكذلك تنصيب وتوكيل محامي لينوب عني في جميع المصادر المتعلقة بإبرام عقد الزواج والإشهاد عليه وبطبيعة الحال إمضاء هذه الوكالة من طرف سيد مروان وكذلك يصحح من طرف المصالح القنصلية المغربية بالسويد والمصادق عليه من طرف وزارة الخارجية المغربية إذا لما أرسلت له هذه الوكالة استشرت معه هل يعرف أركان الوكالة حتى يكون متمكن كيف يتم تدوين هذه الوكالة في دولة السويد أرسلت له أركان الوكالة حسب المادة 17 من قانون الأسرة وهي الإذن من طرف القاضي الأسرة المكلف بالزواج أن تكون هذه الوكالة محررة بشكل رسمي أو بشكل عرفي مصادق على توقيعها أن يكون الوكيل راشدا متمتعا بكامل الأهلية أن يعين أو أن يعين الوكيل اسم الزوج ومواصفاته والمعلومات المتعلقة بالهوية كذلك أن تضمن هذه الوكالة قدر الصداقة المقدم أو المؤخر وأن يؤشر القاضي على الوكالة بعد التأكد من توفرها على جميع شروطها وأركانها إذن بعد حصولنا على هذه الوكالة من طرف السيد مروان والتأشير عليها من طرف التوتير سوف نمر بإجراءات الإذن بإبرام عقد الزواج إذن نقدم طرفنا كمحامي في هيئة في شركة مهنية طلب الإذن بإبرام عقد الزواج موجه إلى قاضي الأسرة المكلف بالزواج مرفوقا بمجموعة من الوثائق وهي نسخة كاملة من رسم الولادة بالنسبة للزوجين البطاقة الوطنية للزوجين شواهد طبية شواهد خطوبة وكذلك الوكالة إذن بعد حصولنا على هذا الإذن من طرف قاضي التوثيق أو قاضي الأسرة المكلف بالزواج سيتوجه الأب مروان إلى العدلين المنتصبين للإشهاد لدى دائرة نفوذ المحكمة المصدرة للإذن بالزواج وهذه هي جميع الإجراءات التي قمنا بها وشكرا. شكرا. زملاء زميلات